أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. وهذا السائل يقول: كيف تكون التورية بحيث لا يكون الإنسان كاذبا على الذي يكلمه؟ هذا سبق لكم أن التورية لها ثلاثة أنواع. إن كان الإنسان مظلوما فله أن يأتي بالتورية ليتخلص من الظلم، كأن يسأله عن شخص فيقول ليس هنا، يعني ليس في هذا المكان، وهو يقصد مكان معين، هذه تورية. أو يقول هالمال هذا ما هو لي، هالمال هذا لفلان علشان ما يأخذه الظالم، فيجوز هذه التورية، تجوز لأنه يتخلص من ظلم. أما إذا كان العكس الذي يستعمل التورية ظالما لأجل أن يأخذ حق غيره، هذا حرام ولا يجوز. والحالة الثالثة إذا لم يكن ظالما ولا مظلوما فهذا تجنب التورية أحسن، لأن التورية كذب، تجنبها أحسن بلا شك. نعم.